كوكو مي شيري، بونجور، مرحبا بكم دون زو نوفيل فيديو. نتمنى تكونوا كامل بخير. كما شفتوا في العنوان، اليوم رايحه نشارك معكم وصفات لفطور مشبع، خصوصا وحنا في فصل الخريف والشتاء ونحبوا الحاجه تكون دافئه ومشبعه. لاول وصفه رايحه تكون وصفه لمحبين الحليب، تكون وصفة للناس اللي يحبوا الوصفات اللذيذة بالسكر. من أجل الوصفة نحتاج كأس حليب دافئ، ونضيف عليه 4 ملاعق من رقائق الشوفان، نضعهم على نار تكون هادئة مع مواصلة في الخلط حتى نتحصل على سائل أو خليط يكون متجانس. تعد رقائق الشوفان من المأكولات المشبعة لمدة زمنية طويلة. نصيحة، لا تستغنوا عن الحليب في اليوم لأنه مليء بالكالسيوم. ننكه بالعسل أو بالياغورت الطبيعي حتى نحصل على مذاق حلو. نستطيع إضافة التين المجفف، فهو يسرع عمليات الهضم، ونستطيع أيضا أن نشاركه مع تيزان أو تي يكون خفيف، ويقدم دافئ في كل صباح. بالنسبة للوصفة الثانية، هي وصفة محبوبة الجماهير، راح تكون عبارة عن بانكيك. بالنسبة لهذه الوصفة نحتاج 125 ملليلتر من الحليب، بيضة كاملة، ملعقتين من السكر، وملعقتين من الزيت المائدة. نقوم بتحريك كل شيء حتى نحصل على خليط متجانس. نستطيع استعمال الضراب الكهربائي أو الميكسور، أو نستعمل الملعقة فقط. بعد ذلك أضيف 4 إلى 5 ملاعق من الفارينة، ونصف ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية. أمزج كل شيء ثم أتركه لمدة 10 دقائق حتى يتخمر. وفي جهة ثانية أحضر مقلاة وأمسح عليها بالزيت. في التقديم نستطيع أن ندهن على الوجه مربى أو زبدة أو شوكولاتة أو عسل، وحتى أننا نستطيع إضافة الفواكه مثل الفراولة والموز. أنا اكتفيت بوضع الزبدة والعسل، أو تقدم بدون أي شيء، يعني تقدم بمفردها وتكون لذيذة. ونستطيع تقديمها بالشاي أو قهوة وحليب، أو حليب وشوكولاتة، كل شيء يظل اختياري. بالنسبة لهذه الوصفة، هي وصفة لمحبين الفواكه. نستعمل فيها الموز والحليب، وتكون وصفة صحية غنية بالبروتينات، ووصفة مشبعة في نفس الوقت، خصوصا للأطفال الصغار.
الذين يكرهون تناول الفطور الصباح ويكرهون تناول الحليب بمفرده. نستعمل موزة واحدة ونصف كأس من الحليب، نمزج كل شيء حتى نتحصل على سائل. أنا هنا توفر عندي العنب وأضفته، تستطيعون إضافة أي نوع من الفواكه. وهنا قدمته بالمكسرات المعسلة، تستطيعون إضافة أي شيء متوفر عندكم، عنب مجفف، تين مجفف، مكسرات، تمر، فواكه، أي شيء يضيف مذاق جميل ومنظر جميل للخليط. ونتحصل على خليط لذيذ مشبع وغني بالبروتينات في نفس الوقت. بالنسبة لهذه الوصفة نحتاج فيها ياغورت طبيعي، ونمزج بين النكهات، ونضيف عليه رقائق الشوفان الغير مطبوخة حسب الكمية المراد أكلها. نضيف عليها تمر مقطع، وكذلك نضيف عليها تين مجفف. نستطيع إضافة عليها أي شيء مثل العسل، ونتحصل على فطور غني بالبروتينات والكالسيوم، ويكون فطور مشبع في نفس الوقت. بالنسبة لآخر وصفة، وصفة مشبعة للناس اللي ما يحبوش الفطور الغني بالسكريات. بالنسبة للناس اللي يحبوا المملحات أكثر في الصباح، أقترح عليكم صحن خفيف جدا بالبيض والطماطم والزيتون والخبز بالجبن والكوكومبر واللي هو الخيار. هذا بالنسبة لفيديو اليوم، أتمنى أن نال إعجابكم. ما تنسوا ليش في جام واشتراك، وإلى الملتقى.